الدرس التاني بيتكلم عن إزاي الأجهزة الرقمية بتشتغل، أو بيكلمنا بمعنى أصح كده عن شوية حاجات مفروض نكون عارفينها عن تكنولوجيا المعلومات، وخصوصا البرامج اللي احنا بننزلها. برامج هنا مقصود بيها أي برنامج احنا بنستخدمه زي الوورد والإكسل والباوربوينت، وكمان الألعاب، وكمان البرامج اللي هي بتاعة الفيديوهات. كل حاجة موجودة عندنا على الجهاز ممكن نقول عليها برنامج. أول حاجة عشان البرنامج نفسه يكون موجود على الجهاز بتاعي، فإحنا بنعمل حاجة اسمها تثبيت البرمجي. يعني مثلا لو أنا عايز برنامج الوورد، فأنا بعمل حاجة اسمها تثبيت البرمجية، يعني بثبت البرنامج على جهازي عشان أقدر إن أنا أستخدمه. ومعظم البرامج دي ممكن إن إحنا ننزلها من على الإنترنت، وبيكون في منها إصدار لمايكروسوفت أوفيس وإصدار لجوجل كروم. يعني زي ايه مثلا نسي يعني هقول لسه حبيبي هقول زي مثلا تيمز. كنا احنا متكلمين قبل كده عن تيمز، قلنا ان في تيمز وده معمول من مايكروسوفت اوفيس، وفي جوجل ميت وده معمول من جوجل كروم، وحاجات كتير اخدناها ليها برضو حاجتين زي كده. زي مثلا برنامج الوورد، برنامج الوورد ده من مايكروسوفت اوفيس، وعندنا برضو برنامج جوجل دوكومنتس من جوجل كروم. فده معنى ان في نفس الاصدار بيكون نازل من جوجل كروم ومن مايكروسوفت اوفيس. فهمتيها؟ لا مش قوي. بصي زي مثلا لما انت بيكون عندك شنطة ايوه معمولة من شركة مثلا اسمها ايه، ايه ونفس الشنطة بالظبط معمولة من شركة اسمها بي، ده معنى الجملة اللي أنا قلتها إن هي في إصدار من مايكروسوفت أوفيس وإصدار تاني لجوجل كروم، إن هو نفس الحاجة بس طبعا بأسماء مختلفة من شركات مختلفة. تمام كده اه اكيد طبعا. احنا هنا كنا بنقول ان معظم البرامج ممكن ننزلها على الانترنت بيكون في منها اصدار مايكروسوفت اوفيس يعني شركة مايكروسوفت اللي عاملاه، واصدار تاني جوجل كروم يعني شركة جوجل هي اللي عاملاه. اه عادي طبعا، كلنا عادي نفتح الكتاب مفيش مشكلة. واللي مش معاه كتاب وعايز يفتح البي دي اف تمام، عايز يركز على البويد مفيش مشكلة. ازاي بقى بننزل برمجية معينة او ازاي بننزل برنامج معين؟ نعم هو حبيبي بس ممكن تبعت كتاب بتاع التكنولوجيا دي جي اس عشان ابعت. بس بسجل دلوقتي المعلومات. ماشي حاضر مفيش مشكلة، خلونا ماشي بس نكمل. ازاي بقى بنثبت برمجية معينة على جهازنا؟ لو الجهاز بتاعنا بيشتغل بنظام الويندوز، يعني اللي هو كمبيوتر او لابتوب، فاحنا بندور على البرنامج على الانترنت، يعني بندخل على جوجل وبنقول مثلا كتاب تكنولوجيا المعلومات، قصدي لا احنا دلوقتي بننزل برنامج، فمثلا نقول برنامج مايكروسوفت وورد، بعدين بنضغط على زر التنزيل اللي جنبه. بعد كده بعد ما بيخلص خالص التنزيل بنفتح مجلد عندنا في الكمبيوتر او اللابتوب اسمه مجلد التنزيلات او داونلودز، هنلاقي فيه البرنامج اللي احنا نزلناه. هيظهر لأول ما نضغط عليه هيظهر لنا مربع فيه كل الارشادات اللي انا هكمل عليها علشان يثبت البرنامج على جهازي، اللي هي اللي احنا بنضغط على التالي 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 وهكذا، بس طبعا لازم نقرأ التعليمات اللي فوق. طيب لو الجهاز بتاعي ايه؟ اوكي نو بروبلم، ماشي مفيش مشكلة. الحاجة التانية هي لو احنا شغالين على جهاز اندرويد، يعني تليفون او تابلت او اي او اي سمارت فون عموما في الغالب بيكون شغال على الاندرويد. اول حاجة هنضغط على التطبيقات او ابس، وبعدين نروح لمتجر التطبيقات او جوجل بلاي، او على حسب طبعا كل واحد مننا عنده جهاز نوعه ايه، بس في الغالب برضو بيكون جوجل بلاي. هندور على التطبيق اللي احنا عايزين ننزله، بعدين هنضغط على تثبيت.
اكيد الخطوات دي كلها انتوا عارفينها لما بتيجوا تحملوا برنامج او لما بتيجوا تحملوا لعبة معينة من على الكمبيوتر او من على التليفون. بس اهم حاجة ايه؟ من زي دلوقتي هو انا عندي جوجل بلاي اللي هو ايوه اندرويد. بالظبط، ايوه. كمان في حاجة مهمة جدا، ان انا لازم انزل البرمجية او انزل البرنامج من المتجر الرسمي او من مصدر موثوق. يعني وانا بفتح جوجل بعدين بكتب اسم البرنامج اللي انا عايز انزله، لازم انزله من الموقع اللي عليه اسم الشركة نفسها اللي هو التطبيق الرسمي للبرنامج ده، عشان طبعا لو انا محمله مثلا من حاجة غير موثوقة او غير رسمية ممكن ينزلي فيروسات او ممكن يضر بجهازي. في مثلا يكون في تطبيقات، الناس عاملين تطبيقات من سبواي تبقى فيها برضه فيروسات. على انا لسه قايله هو على حسب احنا محملينها منين، عشان كده لازم نحمل من اماكن موثوق فيها. تمام. اوكي، ولو كان عندك اي مشكله وانت بتحمل فانت ممكن تستعين بشخص كبير او المدرس بتاعك. كده احنا خلصنا جزء تثبيت البرمجيات، ان انا في برنامج اصلا مش موجود عندي بحمله على الجهاز عندي. تاني جزء هو تحديث البرمجيات. تحديث البرمجيات هنا مقصود بيها ان انا دايما يكون عندي احدث اصدار من البرمجية دي علشان اساعد البرمجية انها تعمل بكفاءة، لان احنا كنا واخدين من زمان ان ممكن مشاكل كتيرة تواجه البرنامج بسبب عدم التحديث اللي انا ما عملتوش ده. فالمفروض ان انا فورا اول ما يظهر تحديث للبرنامج، زي ده ركزي معايا، اول ما يظهر تحديث للبرنامج ابدأ ان انا احدثه. في بعض البرامج او اغلب البرامج بيعمل تحديث تلقائي، اول ما يكون في انترنت مثلا بيعمل على طول التحديث التلقائي. ازاي بقى احنا اللي بنثبت التحديثات؟ يعني لو حاجة ما عملتش تحديث تلقائي ازاي بنثبت التحديثات؟ لو انا على نظام ويندوز يعني كمبيوتر او لابتوب، فببدأ اني انا بضغط على الزر البدء اللي هو زرار ستارت اللي بيكون تحت، بعدين هضغط على الاعدادات او سيتنجز، وبعدين هضغط على Update and Security، ودي بتكون موجودة بعد ما بنضغط على الإعدادات بيكون موجود كلمة Update and Security اللي هي تحديث وأمن. بعد كده هنضغط على Windows Update اللي هي تحديث نظام تشغيل الويندوز. تتشر بس هو تقريبا بيعمل ابديت لوحده اللابتوب. اللابتوب؟ لا، اللابتوب نفسه مش بيعمل Update لوحده، لازم ان انت تمشي على الخطوات دي. وبعدين كمان هيطلب منك اشعار كده ان احنا نقفل الجهاز ونفتحه تاني. لو احنا بقى على نظام الاندرويد فاحنا بندخل على كلمة سيستم، وبعدين بنختار تحديث النظام ونشوف كل التحديثات اللي موجودة اللي انا المفروض احملها، وبعد كده هنضغط بقى على الرموز ونشوف ايه هي الارشادات ونحدث كل البرامج اللي محتاجة تحديث. بعد كده بيقول لي عن مشكلة توقف الشاشة عن الاستجابة، دي كنتوا خدتوها في رابعة ابتدائي بس هنقولها تاني. ان لو البرنامج وقف قصدي الشاشة وقفت وانا بعمل حاجة، فلو انت على نظام الويندوز الحاجة اللي خدناها في سنة رابعة اضغط على delete alt control، delete مع alt مع control. بعد كده هتفتح حاجة اسمها مدير المهام او task manager عشان تقفل اي برنامج لا يستجيب او مكتوب جنبه كلمة لا يستجيب او not responding. طب لو الكلام ده منفعش مع البرنامج مع الجهاز بتاعي، هنضغط على زرار الطاقة او زرار الباور ل 30 ثانية مثلا، او نضغط عليها يعني مدة كده ونستنى شوية عليه لحد ما يقفل براحته ويهدى، وبعدين نشغله مرة تاني يعني نقفل الجهاز ونفتحه تاني. نعم، نفس مرة حصل ربنا فين؟ يعرف. فين زرار الباور ده؟ في اللابتوب بيكون فوق خالص مثلا، على حسب اللابتوب بتاعك بس في الغالب بيكون فوق خالص فوق الكيبورد، الزرار اللي انت بتشغل منه الجهاز او بتطفي منه الجهاز. اوكي، لو انت بقى على جهاز الاندرويد فبتضغط على برضو زرار الطاقة اللي هو بيكون في الجنب اللي بنقفل منه الجهاز، فبتضغط عليه 30 ثانية
وبعدين هيقفل، فانت هتشغل الجهاز مرة تانية. نعم يا جيداء. انا عندي فكرة حلوة ممكن اعملها لك يا مس. ايه؟ ممكن اعمل لك فيديو اوريك ازاي لما اللابتوب يهنج ازاي نتصرف، اوكي، وكمان ازاي نعمل ابديت. في فكرة حلوة جدا، اعمليه وبعتيهولي. هنتكلم بقى هنا عن حاجة مهمة جدا اسمها نظام العد الثنائي. نظام العد الثنائي هو النظام اللي بتفهم بيه الكمبيوتر أي حاجة، يعني الكليك حتى اللي أنا بضغطها، يعني الضغط حتى اللي أنا بضغطها بالماوس الكمبيوتر مش بيفهمها، بالعكس ده الكمبيوتر بيحولها لنظام العد الثنائي عشان يقدر يفهم. أي جهاز في الدنيا ما بيفهمش غير نظام العد الثنائي. طب يعني إيه بقى نظام العد الثنائي؟ هو نظام مش جواه غير قيمتين فقط، صفر وواحد فقط، هو ده نظام العد الثنائي. يبقى كده فهمنا إن أجهزة الكمبيوتر بتفهم البيانات من خلال إشارات كهربية زيرو وواحد. طب يعني إيه زيرو وواحد؟ يعني زيرو دي بنقول عليها إيقاف، وواحد تشغيل، يعني إن إحنا بنبعت له إشارات كهربية بترتيب معين، إن هي الواحد يكون تشغيل والصفر يكون إيقاف. ولو احنا فهمنا نظام العد الثنائي بنكون ساعتها فهمنا الكمبيوتر شغال ازاي من جواه. احنا طبعا في المرات الجاية هنتكلم اكتر عن نظام العد الثنائي، بس لحد دلوقتي ده اللي احنا عايزين نقوله عنها، ان اجهزة الكمبيوتر بتفهم فقط نظام العد الثنائي اللي هو صفر وواحد. حد عنده اي سؤال قبل ما نقفل؟ لا يا مش شكرا. تمام، انا بعت لكم كتاب يا شباب، بعت لكم الكتاب. تمام يا مش نعم، شكرا. كتاب بعته ستة على وخمسين صح؟ واجب صفحة ستة اوكي وخمسين شكرا. يلا مع السلامة يا شباب. تمام سلام.